مجتهد طموح حالفه الحظ كثيرا. اسمي مشرف بن أحمد المديس الغامدي، مؤسس شركة عقار ون، وكذلك شريك في عدة شركات أخرى، منها شركة ابتكار لتقنية المعلومات، وشركة سكواديو لتوفير حلول الذكية، وتطبيق آي بلوت اللي هو تطبيق لعبة البلوت، وكذلك الآن عندنا مصنع القهوة السعودية المختصة، مصنع دارنا في القصيم، وعدة شركات أخرى صغيرة. طفولتي كانت بريئة بعيدة عن المترفات، فكان فيها الاعتماد على النفس يعني المجتمع متكاتف متساعد مترابط، شيء زرع فيني الإصرار والتحدي والقوة ومساعدة الناس والتكاتف مع الناس. هذا مما حفزني لأمور كثيرة في التحديات في الحياة وفي المجال التجاري، أني أكون مصر ولا أتنازل بسهولة عن الهدف الذي أسعى له، وطموحي ما له سقف. وفي نفس الوقت القناعة كنز لا يفنى، قنوع الحمد لله بما أنا عليه، وسعيد بكل مرحلة أنا فيها. عائلة تقليدية محافظة، الوالد هذاك الأب القوي في البيت الذي يفرض احترامه وقوة، البيت كله يرهب الأب، شخصيته ما شاء الله كانت قوية. الوالدة الأم التقليدية اللي من الصبح لليل وهي في خدمة البيت في تنظيف وفطور وغدا وعشاء، وأيامنا ما كان في مطاعم ولا في أي شيء، كل الاعتماد على البيت. بيئة طبيعية ريفية بسيطة يعني. متزوج، الأولاد الحمد لله عندي 6 أولاد، ولدين و4 بنات. أنا خريج جامعة أم القرى لغة إنجليزية مع بكالوريوس تربية. هو فعليا أنا ما كنت أبغى أدخل لغة إنجليزية، أنا كان طموحي أني أدخل هندسة طيران، فكنت حتى اختياري يعني مو بحبا في التخصص، أنا أنظر للموضوع بالناحية مالية. فكنت لما تخرجت من المرحلة الثانوية أبحث عن وظيفة ذات عائد عالي، فكانت هندسة الطيران هذيك الفترة جديدة وعوائدها عالية المالية، فحاولت أدخلها بس كان عندي نقص في المعدل عن القبول في الهندسة تقريبا 2%، فالله ما كتب أني انقبل فيها، فاضطريت أني أبحث عن أي مجال آخر برضو فرص الوظيفية عالية. اخترت اللغة الإنجليزية بحكم أنه الفرص الوظيفية عالية، والحمد لله تعينت في نفس المدينة اللي أنا ساكن فيها. أول مشروع في الطفولة بيع بليلة، كان لما تيجي مباريات كورة صلح بليلة في البيت، الوالدة تساعدني الله يطول في عمرها، وبيع في المباراة أو في الزواجات كنا نبيع البليلة والآيس كريم. فاستوردت معدات تجميل من تركيا وما نجحت فيها طبعا، فشل المشروع، بس هذا كان أول مشروع. أول مشروع ناجح تكوين محفظة عقارية، واشتغلنا في البيع والشراء، هذا أول مشروع نجحنا فيه. أول مربوط راتب اللي هو 4200، ترى من الحاجات المحفزات الوضع المادي اللي يخليك تبحث عن حل. الراتب ما كان يكفي، فلما كان الراتب ما يكفي كنت أبحث عن حلول، اشتغلت في عدة حاجات يعني، اشتغلت حتى احنا نسميه كداد اللي هو انتم تسمونه تاكسي، بس ما عندي تاكسي، ما في سيارتي الخاص. بعدها تطور الوضع، انا في قريبي خالي الله يرحمه زوج خالتي كان يشتغل في العقار، رحت عنده قلت أبغى أشتغل معك في المكتب، فكانت هذه بدايتي في عالم العقار مع زوج خالتي الله يرحمه. فلما تعلمت العقار أخذت 2 سنين وأنا أتعلم، 2 سنين كاملة وأنا أتعلم بحكم أن السوق كان راكد وكانت الفرص الصفقات العقارية محدودة. في 3rd سنة
بديت ما شاء الله تبارك الله أحقق مبيعات. في رابع سنة أو خامس سنة أو تقريبا بعام بالهجري يعني عام 1428 هجرية، خامس سنة تقريبا، الحمد لله وشكر الله فتحت لي صفقات كبيرة وحققت منها مبيعات جيدة وحققت منها رأس مال. عام 2015 لما فرضوا 30% على التمويل العقاري فهبطت الأسعار بشكل حاد، فكنت مخطط أني أبني البيت وأرتب أموري المالية، الاستقرار العائلي وخلافه. كانت 2015 يعني تبخرت كل الأحلام، فتأجلت كثير من القرارات وعدت كثير من الحسابات، وكانت في نفس الوقت درس مفيد يعني جدا 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 في حياتي المالية. يعني تعلمنا منه من 2015 إلى 2018، كانت مرحلة صعبة وحرجة، بس الحمد لله والشكر لله يعني في السنين اللي بعدها تجاوزناها وتعلمنا درس جيد. أكبر إنجاز أفخر فيه في عملي العقاري العمل ضمن مجموعة وليس شخص، مجموعة حديدية تعمل مع بعض كأنها شخص واحد، والنجاح للجميع وليس للشخص الواحد، فكلنا مترابطين وكل نجاحاتنا يعني تتوزع علينا جميعا. الفريق اللي تشوفه الآن لما دخلت الشركة، وبرضه في فريق في أبحار شمالية، وشبكة أصدقاء أنا أعتبرهم جميعا هم شركاء النجاح، هذا أكبر نجاح لي. أكبر نجاح لي أعتبر الفريق اللي أنا أعمل من ضمنه، هذا أكبر نجاح حققته بحياتي. يبدو أنها طرفة، أنا كنت في آخر الليل، وأنا عادتي آخر الليل قبل ما أنام أقرأ، فأقرأ في تويتر إيش الأخبار الجديدة، المقالات إلى آخره. فدخلت على تويتر ولقيت المزاد في حساب معالي المستشار سفيان الشيخ، ووجدت أنه الريع كامل لمنصة إحسان الساعة تقريبا 22 دقيقة. فانبسطت أول شيء أنه مزاد خيري، ونعدد يعني هذا الباب الأول، الباب الأول أنه مزاد خيري 100%، غير أنه مشاركة وطنية في مهرجان وترفيه ورياضة بيعود على الوطن بنتائج إيجابية. فتحمست، فكان كل القرار ما اتخذ ولا 3 دقائق، المشاركة كل ما في 3 دقائق دخلت وشاركت وتابعت أشوف أحد بيزاود علي أحد بيزاود علي، لمدة نص ساعة ساعة لربع ما في أحد زاود. نمت اليوم الثاني، صحيت جيت مكتبي قبل ما أروح البيت، اتصلت علي هيئة الترفيه أخذت معلوماتي، الساعة 9 في الليل أعلنوا أنه أنا دخلت المزاد ولا أحد زاود بعدها. فالحمد لله يعني أحس أنه توفيق من الله، يعني كل الموقف ودخولي في الساعة المحددة في الثانية المحددة وطلوع التغريدة أمامي، يعني ربما تطلع التغريدة قدامي لكن طلعت في اللحظة هذيك، أنا أعتبر هذا توفيق من الله. كان الهدف اللي هي القدوة الحسنة والمشاركة المجتمعية، يعني الآن بمنصة إحسان منصة حكومية تهتم بالناس الضعاف واللي على قد حالهم واللي معسرين واللي عليهم أحكام قضائية، وأنا أؤمن بالعمل الحكومي المنظم، لأنه الفترات اللي راحت المحترفين في التسول ما تركوا مجال للمحتاجين. العمل الحكومي المنظم يشرف على المحتاجين ويصنفهم تصنيف تسلسلي الأحوج فالأحوج، فأنا مع العمل الحكومي. وحتى الفلوس التبرعات ما تذهب إلى جهات تمويل إرهاب وخلافه، فأنا مع العمل الحكومي، وأنا أشد على أيدي جميع التجار ورجال الأعمال بتوجيه صدقاتهم وزكواتهم للجهات الحكومية المعتمدة بحيث تصرفها على المستحقين. المفاجأة فعليا كانت في التغطية الإعلامية، أنا ما انصدمت من حجم التغطية الإعلامية ومن التفاعل المجتمعي مع الحملة الإعلامية. يعني أنا لو بوقع عقد مع شركة Public Relation لو أدفع لها 5 مليون 6 مليون، أنا مستحيل 10 مليون ما تقدر تصلح لي الهالة الإعلامية اللي أنا يعني حصلت لي. يعني ما شاء الله أنتم تبارك الله مجلة الرجل أنتم مغطين الحدث وأفضل تغطية بكل احترافية، وغيركم من وسائل الإعلام وغير الحسابات التابعة لهيئة الترفيه وحسابات قوية في تويتر،
أنا حصلت على تغطية إعلامية مبهرة ومفاجئة وصادمة. أشكر كل من شارك فيها وأشكركم أنتم يا مجلة الرجل على تغطيتكم كذلك الحدث. اللي اطلع على كل التفاصيل وميس وأسماء اللعيبة والتفاصيل أنه غرف اللاعبين وجميع مميزات التذكرة لم يغفل جانب الإحسان إلا عمداً. ولو راجعت تاريخه فهو يتربص بنا تربص شديد من تاريخ قديم. الموضوع هذا من إيجابياته يعني حسناتك في تصاعد. ناس تدعي لك بالآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وناس تسبك بنسبة يعني 1 في 10,000، فهذا اللي يسبك كذلك قاعد يعطيك أجر. ثاني شيء هذول أصوات مصنفة من قبلي، لو ارتفعت قيمة المزاد عن 10 مليون أنا كنت مجهز نفسي ومستعد إلى رقم 25 مليون، وكنت أتوقع أن المزاد راح يستمر إلى 30 و50 مليون، وتفاجأت أنه أقفل على 10 مليون، لأنه بيئتنا ودولتنا ورجال أعمالنا كلهم رجال أعمال خير. لا تستكثروا مبلغ 10 مليون. شوفوا في رمضان كمية التبرعات اللي راح تطلع لمنصة إحسان، راح تكتشفوا أنه مبلغ 10 مليون مبلغ بسيط. في ناس من كبار التجار في البلد يخرجوا سنويا على 50 مليون سنويا وعلى 60 مليون، وبدون ذكر أسماء. فتابعوا منصة إحسان في رمضان وشوفوا كمية المبالغ اللي تطلع. أهم جائزة فزت فيها في حياتي فعليا هي التذكرة، قربتني من الله ووضعت بيني وبين النار حاجز بإذن الله، نسأل الله القبول، وأكسبتني قبول اجتماعي غير طبيعي. فأنا أعتقد أن التذكرة هذه نقلة نوعية بحياتي. قبل التذكرة يوم روتيني، خلص عملي، أنا عندي برضو مكتبي في شمال جدة، أداوم الآن في وسط جدة، بعدين أداوم في شمال جدة، أرجع بيتي، طبيعي الروتين اليوم، الروتين العادي. بعد التذكرة وضع غير طبيعي، وضع غير طبيعي. أنا أصبحت مشهور، أنا لا أبحث عن الشهر ولا أحب الشهر. أنا ما عندي سناب ولا أصور يوميات ولا أعلم الناس وين أنا رايح وين جاي. أنا أحب أني أكون ماشي جنب الجدار ومستتر فقط. اليوم الثاني أصبحت أنا حديث الإعلام وحديث الصحافة العالمية والإعلام العالمي، في الشارع تصوروا معي، في اللوبيهات في الفنادق تصوروا معي، يعني أنا وضع بالنسبة لي صادم فعليا. أنا ماني مجنون كرويا ولاني متابع قوي كرويا، وممكن اللاعبين الموجودين 90% ما أعرف أسمائهم، بس إنك تفخر إنك تقابل أشخاص متقنين لعملهم وصلوا إلى هذا المستوى من العالمية، مثل كريستيانو رونالدو، مثل ميسي، يعني أي متقن العمل يعتبر قدوة، وأنا أتشرف بالسلام والجلوس مع أي متقن العمل في أي مجال. فأمثال هذول أساطير من أساطير الكرة، أنا أتشرف باللقاء بهم. رونالدو أكبر من أنه لاعب في نادي النصر، هو أيقونة سياحية ترفيهية في المملكة. أي شاب بقول له لا تستعجل في النجاح، أي فرصة تشوف فيها عمل ولو بعائد بسيط تخصص فيها واجتهد، وحاول أنك تكون خبير في الشغلة هذه بعملك وبخبراتك المتراكمة. فمع الخبرة والعمل راح تحصل عوائد مالية مغرية وعالية إذا أصبحت من أهل الخبرة. لكن أنك تنجز من تخصص إلى تخصص إلى تخصص، أنت ضيعت جميع التخصصات بدون فائدة. لكن ركز في عملك واجتهد. أمنيتي هو بناء صرح عقاري، مشروع ضخم مكون من عدة أبراج حديثة تعمل على الذكاء الاصطناعي، وهذا هو المشروع اللي أطمح لتنفيذه، وبديت الآن فعليا في بناء الأفكار وترتيبها وتنسيقها للبدء في مثل هذا المشروع. حلمي وأمنيتي في تحقيق المدينة الذكية أن
أخلط ما بين التقنية الذكية وما بين تقنيات العقار، فنجمع ما بين الثنتين بحيث أن نظهر مدينة فريدة من نوعها في التقنية العالية والذكاء الاصطناعي. الحمد لله والشكر لله، احنا في السعودية كنظام حكومي سبقنا العالم بأكمله في حوكمة الحوكمة الإلكترونية، كذلك القطاع الخاص جالس ينمو بشكل متسارع، فكنا احنا بنستثمر في القطاع الإلكتروني بحكم انه هو القطاع النامي بقوة. دخلنا في شبكة من التطبيقات وكذلك توفير، عندنا شركة سكوادي وتوفير الحلول الذكية بحيث نوفر للمبرمجين ونوفر لأي قطاع حكومي أو خاص، والحمد لله جالس نحقق نجاحات ممتازة وقفزات نوعية في هذا المجال. جل همي الآن تعليم أطفالي وتربيتهم تربية دينية وعلمية مناسبة وإيصالهم إلى المراحل التي ترضي الله أولا ثم ترضيني وترضي مجتمعهم ثاني. أقول لأولادي دائما أتقنوا عملكم وكونوا قدوات في مجال في أي مجال تعملون فيه. أحب السفر، أحب ألفلف بلدان العالم، استمتع كثيرا بالسفر، فكل سنة لابد لي على قولتهم احنا المصطلح حقنا فاصلة. علاقتي بالسوشيال ميديا انا اعتبرها ضعيفة، انا فقط مطلع قارئ لا اقل ولا اكثر. عندي قناعة مؤمن فيها انه غدا افضل من اليوم، قناعة أولاً. ثانياً أنا ما أترك مجال أني أحاسب نفسي قبل ما أنام، يعني أي شيء في يدي أسويه طول النهار ما أترك مجال لشيء ما أسويه، ما أترك لنفسي مجال أني أحاسب نفسي قبل النوم، لابد أن أكون قبل النوم متصالح مع ذاتي أني عملت كل ما بيدي. بالنسبة لي أني أكون على غلاف مجلة الرجل يعتبر تشريف لي وفخر لي، أنا أكون اسمي مقترن بكبار رجال الأعمال المثقفين والسياسيين في المملكة، فهذا فخر لي وتشريف.